السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، اينما كنتم مرحبا بكم في قناه انا جيت. وانا عاوتاني جيت ديما كنجي وكنجيب لكم معايا الجديد خفيف ظريف ديال اليوم اخواني اخواتي. كما كتشوفوا كنتواجد انايا هنايا في هذا الرون بوين، هذا المدار اللي كيطلع علينا هنايا المطار وكيهبط لينا للسويسي، كيهبط لينا للسلا وكيدي لينا لدار السكه. هذا المدار اخواني اخواتي ان شاء الله وبحول الله ورعايته غيكون لنا فيه النفق. اذا هذا النفق اخواني اخواتي انتظروا جميع المعلومات حول هذا النفق ان شاء الله وبحول الله. خوتي احبابي اصحابي خليتكم على خير، وما كاين غير الله الوطن الملك. ونمشيت مشيت.